من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج وقناة ياس الفضائية والقنوات المصاحبة لقناة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر من هنا من أرضية ميدان المرموم في هذا المساء في هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بحضوره السامي في هذا المساء. مرحبا أبو راشد، مرحبا بالجميع المشاهدين والمتابعين عبر القنوات الناغلة لهذا المهرجان الفريد من نوعه. هذا المهرجان الذي استقطب أعداد هائلة من الهجن من الدولة وخارج الدولة من سن الحجايج حتى وصلنا سن الكبار، ومحل الرقص مع الكبار في الفترة المسائية. ها هي انطلاقة الشوط الثاني، والشوط الثاني مخصص للحول المهجنات العصائل لأبناء الغبائل، وجائزة هذا الشوط للمركز الأول سيارة وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقديا. نتمنى التوفيق لجميع المشتركين. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم على الشرقية على المقدمة للسيد صالح بن محمد بن نصرة العامري مع الشرقية على مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني الطفرة على المركز الثاني للسيد سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي، وفي المركز الثالث مخيفة للسيد صالح بالدهيمي بن حمد العامري، وفي المركز الرابع ضبع للسيد غانم بن راشد بن يافور المنصوري، وفي المركز الخامس ناخذ اللي على المركز الخامس هتاجة للسيد مكتوم بن نوح بن أحمد البلوشي، وفي المركز السادس الهودة الفري بن علي بن حمودة الظاهري، وفي المركز السابع رموز للسيد خليفة بن سعيد بن ضحي بن خليفة الشعبي، وفي المركز الثامن نشوف اللي على المركز الثامن في هذه اللحظات هيام للسيد محمد بن سيف بن فاضل المزروعي، وفي المركز التاسع وصلت التماس المجتوم بن الشيبة السبوسي، وفي المركز العاشر مهابة للسيد مصفر بن مبارك بن راشد بالجافلة الحميري. هذه النتيجة هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط ورلي في المركز الأول الظفرة لا زالت مسيطرة بشعار الشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي والاسم الظفرة، وبنقول يا الشاعر يعلنون بانت أمزونه يسقي الظفرة ويرويها. يا سلام نبى السلامات يا أبو حمد. هذه الظفرة على مقدمة هذا الشوط متربعة على المركز الأول، تبى تظهر بالناموس بالسلامات. أداها ممتاز وعرضها ممتاز وهي في مقدمة هذا الشوط. الشرقية في المركز الثاني لصالح بن محمد بن نصرة العامري، وفي المركز الثالث ضبا مجموعة ضبا على المركز الثالث للسيد غانم بن راشد
بن يافور المنصوري المركز الرابع، اللي على المركز الرابع هتاشة للسيد مكتوم بن نوح بن أحمد البلوشي، وفي المركز الخامس اللي على المركز الخامس مخيفة للسيد صالح بن دهيمي بن حمد العامري، وفي المركز السادس وصل الشعار الاقتصادي شعار مياس ومياس واصل بقوة يتسلل من مركز إلى مركز، يعبر من مركز إلى مركز يتسلل في هذه اللحظات شعار الذي حصل على رمز هنا في هذا المهرجان مهرجان فزاعة، هذا شعار دمعة الذي خطفت كاس فزاعة وأهدته إلى فري بن علي بن حمود الظاهري وأنجاله الكرام، نفس الشعار لكن هنا سلهودة مع الكبار، سلهودة الفري بن علي بن حمود الظاهري تتسلل ووصلت إلى المركز الرابع، يا سلام المركز الخامس هيام في المركز الخامس، يا سلام يا هيام، هيام أول ما طلعت سوت ضجة، سوت ضجة في التلفزيونات، هيام هذه هيام، هيام غادمة، هيام بن فاضل غادمة تتسلل من المركز إلى مركز، وصلت أخذت المركز الخامس، هيام في حريم السلطان كانت لها ضجة، وهيام هنا هيام بن فاضل على أرضية ميدان المرموم تبى تسوي ضجة في هذا المساء وفي هذا الحضور السامي، ها هي هيام للسيد محمد بن سيب بن فاضل المزروعي على المركز الخامس في هذه اللحظات، ناخذ اللي في المركز السادس سال وصلت للسيد علي بن سالم بالخرس الاجتبي بوحياب، بوحياب اللي يضمرها، بوحياب غادم، غادم بقوة، وأول ندى الإرسال ترسل رسالتها إلى مقدمة هذا الشوط، وفي المركز السابع، المركز السابع هنا 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 مرسل السيد مبارك بن سالم العفاري، وفي المركز التاسع وصل شعار الصعب، وصل شعار شعار نايف، شعار ايضا وصايف الذي خطفت المركز الاول في الشوط المحليات، هنا غادم، غادم الصعب مع زعفرانة محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، وفي المركز التاسع، المركز التاسع نشوف اللي على المركز التاسع، هنا عواصيف للسيد هلال بن محمد بن طراف المنصوري، وفي المركز العاشر التماس للسيد مكتوم بن الشيب بن علي السبوسي، هذه النتيجة، هذه النتيجة. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام يا الظفرة، يا سلام يا بن مصلح، يا سلام يا الشاعر، شو يقول الشاعر يا أبو سلطان؟ يقول الشاعر المرموم منشل الأصايل الذلل من كل ميدان عن الله يجتمع فيه القبائل والسلايل والروية تغذي الميدان كله، يا سلام يا سلام، الروية تغذي الميدان كله والشبابي يا ابن مصلح يغذي الميدان كله، يا سلام، شفتوا سلالة الشبابي وإنجازات سلالة الشبابي في سن الثنايا، حيوا الشبابي حيوه، أوه يا سلام. نرجع إلى الظفرة، نرجع إلى الظفرة، إلى الميدان، وضب الظفرة على المقدمة، ها هي الظفرة لازالت للشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي مع الظفرة على مقدمة هذا الشوط، لكن ضب عندها كلام، عندها كلام، عينها على الظفرة، ها هي ضب، ضب على المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد غانم بن راشد
بن يافور المنصوري، يا سلام يا بن يافور، زعفرانه وصلت بشعار الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، ارسال وصلت ايضا بشعار علي بن سالم بالخرز الاجتبي، عواصيف غادمه للسيد محمد بن هلال بن طراف المنصوري، وفي المركز السات التماس للسيد مكتوم بن الشيبه بن علي السبوسي، يا سلام 1200 ما تبقى عن خط النهايه، يلا يا اخوان، يلا يا ملاك، يلا يا مضمرين، اللي بيفتح سماعه يفتح، اللي بيحرك هالي يحرك، الاتجاه الى السياره الى المنصه الرئيسيه الى خط النهايه، ضبا غيرت، ضبا غيرت وانتقلت الى مقدمه هذا الشوط للسيد غانم بن راشد بن يافور المنصوري، لكن يا سلام عواصيف، عواصيف عصفت بالجميع وغيرت وانتقلت الى مقدمة هذا الشوط للسيد هلال بن محمد بن طراف المنصوري. ايش سويت يا بن طراف؟ ايش سويت مع عواصيف عصفت بالجميع؟ بدت تغرد خارج السرب لوحدها على مدرج رقم واحد على اجواء ميدان المرموم، ها هي عواصيف عصفت بالجميع، غيرت انتقلت الى المقدمة، تبا اهالي ند الشبا، اهالي ند الشبا، سلام يا اهالي ند الشبا، يا سلام الضيف السيارة الثالثة في رصيدها، آه يا عواصيف تنتزع السيارة بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، تهانينا الهلال بن محمد بن هلال بن طراف المنصوري، سلام سلام يا بن طراف، سلام مشكور يا حامد يا بن احمد يا السوداني على هذا التضمير، تهانينا الهلال بن محمد بن هلال المنصوري على فوز عواصيف بالمركز الاول. المركز الثاني ارسال علي بن سالم بالخرس الجتبي، التماس في المركز الثالث للسيد مكتوم بن الشيبه بن علي السبوسي، المركز الرابع زعفرانه للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الجتبي، المركز الخامس ضبا للسيد غانم بن راشد بن يافور المنصوري. هذه النتيجه والتوقيت الزمني ساعه وصول عواصيف الى خط النهايه بعدما تجاوزت لوحه 8 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، 12 دقيقة 30 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا الهلال بن محمد بن هلال بن طراف المنصوري، مساء الخير يا هل ند الشباب الذي وصلت في المركز الثاني. ارسال، ارسال ايضا ما قصرت، 12 دقيقة 33 ثانية بالتمام، ارسالها قوي حصلت على المركز الثاني، تهانينا العلي بن سالم بالخرس الاجتبي، مساء الخير يا ابو حياب الذي وصلت في المركز الثالث، التماس ايضا ما قصرت، 12 دقيقة 35 ثانية بالوفاة تمام، تهانين المكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي، مساء الخير يا ابو منصور، مساء الخير على الجميع في هذا الحضور السامي من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وايضا الذين توافدوا هنا على ارضية هذا الميدان في هذا المساء، مرحبا بالجميع في هذا المهرجان، مهرجان فزاع، مهرجان المكارم.